اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله، وكل فضلك فاضل. اللهم إني أسألك بفضلك كله. اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه، وكل رزقك عام. اللهم إني أسألك برزقك كله. اللهم إني أسألك من عطاياك بأهنئها، وكل عطاياك هنيئة. اللهم إني أسألك بعطاياك كلها. اللهم إني أسألك من خيرك بأعجله، وكل خيرك عاجل. اللهم إني أسألك بخيرك كله. اللهم إني أسألك من إحسانك بأحسنه، وكل إحسانك حسن. اللهم إني أسألك بإحسانك كله. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله. وصل على محمد عبدك المرتضى ورسولك المصطفى وأمينك ونجيك دون خلقك، ونجيبك من عبادك، ونبيك ومن جاء بالصدق من عندك، وحبيبك المفضل على رسلك، وخيرتك من العالمين، وخيرتك من العالمين، البشير النذير، السراج المنير، وعلى أهل بيته الأبرار الطاهرين، وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وحجبتهم عن خلقك، وعلى أنبيائك الذين ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين اختصصتهم لوحيك وفضلتهم على العالمين برسالاتك، وعلى عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في رحمتك، الأئمة الهداة الراشدين وأوليائك المطهرين، وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النار وروح القدس والروح الأمين والروح الأمين وحملة عرشك المقربين، وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي تحب أن يصلي بها عليهم أهل السماوات وأهل الأرضين، صلاة طيبة كثيرة زاكية مباركة نامية طاهرة ظاهرة باطنة شريفة فاضلة، تبين بها فضلهم على الأولين والآخرين. اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم أعط محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة، ومع كل وسيلة وسيلة، ومع كل فضيلة فضيلة، ومع كل شرف شرفا. اللهم أعط محمدا وآله يوم القيامة أفضل ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وآله أدنى المرسلين منك مجلسا، وأفسحهم في الجنة عندك منزلا، وأقربهم إليك وسيلة، واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل، وابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا أرحم
أرحم الراحمين. وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تسمع صوتي وتجيب دعوتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتصفح عن ظلمي، وتنجح طلبتي، وتقضي حاجتي، وتنجز لي ما وعدتني، وتقيل عثرتي، وتقبل مني، وتغفر ذنوبي، وتعفو عن جرمي، وتقبل علي ولا تعرض عني، وترحمني ولا تعذبني، وتعافيني ولا تبتليني، وترزقني يا أرحم الراحمين من أطيب رزقك وأوسعه، ولا تحرمني خيرك يا رب العالمين، ولا تحرمني خيرك يا رب، واقض عني ديني، وضع عني وزري، ولا تحملني ما لا طاقة لي به يا مولاي. وأدخلني في كل خير ما دخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء ما أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني يا كريم. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير، فامنن علي به، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير، فامنن علي به، إنك على كل شيء قدير. آمين رب العالمين. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير، فامنن علي به، إنك على كل شيء قدير. آمين.